السلام مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا شاب كيسير الصبابط وعايش في الزنقة لحن الله رحيم. دابا تلقى كيقول أن المعيشة غلات وهاد الخدمة يعني مبقاتش معيشة والزنقة كلها تكرخيص. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. تنشكر شوف تي في تنشكر الحضور ديالكم. السلام عليكم خوتي المغاربة وخوتي المغربيات المتبعين وخارج البلاد وداخل البلاد. ثم سيدي اسمعي دابا نتايا فاش خدام؟ انا خويا تنسيري الصبابط، انا في الدار البيضاء في الولفة تنبرك حدا البنك التجاري سارع ام الرابع اللي قدامنا الوي ام لحدا ليديك سارع ام الرابع الدور ديال الحي الحسني تنبرك حدا مول الجريده في تنسيري هذيك هي البليصه ديالي حدا الضوء الاحمر حدا لاكارت كيسي حدا لاكارت كيسي وقابل معنا الوئام رومبا كمل لي خدام كتسير الصبابط تنسير الصبابط من نهار نصور نهار ما نصورش الوقت الصاله تنصلي في الوئام وتنزل نبرك بلاصه تنبرك حتى الليل حتى العشيه لحد كاين بزاف ديال المالين السيره زعما حتى العشيه عاد تنخرج مورا تنصلي العشاء تنبرك حدا البنك التجاري تنترزق الله حدا مول الجريده نهار نصور نهار ما نصورش تنبرك تنبقى حتى ثلاثة الليل جوج الليل ملي شتك اخويا البارح دايز بالليل قلت لك اودي جي عندي سجلني انت عارف الظروف ديالي ما في حاليش نطالب خوتي المغاربه يتعاونوا معايا ماديا انا الناس تتعاونوا معايا في الفكره انا اليتيم الام واليتيم بالاب الزنقه صعيبه الزنقه صعيبه فيت نعس الزنقة ونعس الطروبيلات نهار اللي مات با في 2017 عاد كان عندي مساكن مع الوارثة زراو عليا نعس الزنقة عاونوني الناس في العواسر كريت في 2017 في الخمسين في الوفاق شاري في دار الزوافر تيتعاونوا معايا المحسنين الحرفة ديال السراج علاش اخويا حتى علاش تلاحيت السراج الدنيا دوارة كنت ساكن في فيلا ولد وانت الحرفه ديال السراج من امتى وانت فيها تقريبا؟ من 2018 هادو السراج غنقلب على الخدمه ما لقيت تنسير الصباب تنعس واحد السيرور تي كيفاش الطريق تدير وراني كيفاش قال لي اودي انت ماشي وجهك انت ولد داركم ماشي وجهك قلت لا خو بغيت ندير السراج انا ما عندي لا صنعه ما عندي لا قرايه انا بغيت ندير السراج نترزق الله واخا السراج فيه شويه ديال الفلوس ولا والو حركه عيانه بزاف واخا تنسيري تعطي التليفون تنطلب الخدمه كون سياج اي حاجه حتى واحد ما خدمني درت سيفيات ولكن الظروف صعيبه الظروف صعيبه واحد ما قدر الظروف ديالي عندك شي ديبلوم شي حرفه ما عندي لا قرايه لا والو كنت صغير كنت نقرا فتحت على راسي وتخطيت السحر تملكت هذا هو السبب ما تعلمت لا صنعه لا قرايه حياتي تدمرت ما عندي لا حلي الله رحيم ثم في سدوا المشاكل ديالي وتصنتوا المشاكل ديالي فايدين نعرفوا بلي دابا تقريبا كاع الشوارع ولاو فيها اللي كيسيروا كيسيروا الصباط كاينين بزاف حركه عيانه شويه مثلا شحال كتسيري مثلا الصباط كنسيري بخمسة دراهم ثلاث دراهم انت سيدي ندير السيراج كيوي انا ندير لا كيوي دوريجين كاين اللي تعطيك ثلاث دراهم تقول لك راه ما عنديش تقول ودي سيريك فابور الدنيا هانا كل شيء تخلف شحال مثلا كتجمع في النهار والنار ما نقولش لك النار 400 كنا كل كي هادي دور كنا مرة ما تنسيريش ما تنسيريش هاد الايام ما تنسيريش كنا اللي تتعاون معاك كنا يعطيك 40 كنا يعطيك 100 كنا يعطيك فرق كل نهار واحد هاد الايام ما كتسيريش دابا دابا تنصلي في الجامع تيتعاونوا معايا الناس تنصلي الجامع تمر على العصر بحال هكا حدا راس الوئام جامع الوئام تنبرك تمايا كنا تعطيك 100 ريال كل نهار تعطيك ما يعطيكش هاد الايام ما تنسير قليل نسير الصباط جوج كل نهار واش حتى انا تنخرج حتى العشيه شنو هو النداء ديالك شنو هو ديالك من الناس النداء خوتي المغاربه وخارج بلاد داخل بلاد تعاونوا مع خوكم انا اليتيم الام وليتيم بالاب انا امي مدفونه في رود السلح وانا با مدفون في رود ديال الرحمه راه ما عندي لا عائله ما عندي لا احباب يعني انت متسرط انا متسرط رقم التليفون ديالك 06 42 87 56 91 مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا هذا الشاب هذا اللي كيسير الصبابط عايش في الزنقه لحن الله رحيم كيقول ان المعيشه غلات كما تبعتوا معنا
القصه ديالو الخدمه يعني ما لقاهاش فكيساري كيديباني راسو غير بالسيرو كيساري الصباب. حنا كنتمنى الناس يستطاعوا المساعده وانه يتعاونوا مع هذا الشاب هذا على الرقم 0942478599. ومشاهدينا الكرام قال لهم تبقاو لكم بث اخر بحول الله. الى اللقاء.